أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه
إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء أهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قالت ما جزاء أهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم صدق الله.